طيب خلينا ناخد على التليفون دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا دكتور منار صباح الخير على حضرتك في البداية. صباح الخير استاذه نهاوند، وصباح الخير كمان على الاستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. طيب دلوقتي في بدايه الحلقه معرفش تابعتينا ولا لا، بس كان كريم بيتكلم ان هو بياخد معلوماته من الفيسبوك تقريبا او السوشيال ميديا، وهو ارى ان المفروض الاسبوع ده الجو هيبقى فعلا يعني في انخفاض شديد برضو درجات الحراره، هل الكلام ده مظبوط ولا لا، ولا الموضوع مش هيبقى زي الاسبوع اللي احنا شاهدناه اللي فات اللي كان الى حد ما في انخفاض في درجات الحراره ملحوظ؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. هو بالفعل زي ما استاذ كريم قال لحضرتك ان احنا الاسبوع ده مستمرين في انخفاضات درجات الحراره، يمكن كمان الاسبوع ده هيكون ابرد من الاسبوع الماضي. احنا الاسبوع الماضي كنا بنسجل على القاهره الكبرى حراره ما بين ال 15 وال 16، خلال هذا الاسبوع هيكون ما بين ال 15 وال 13 درجه مئويه، فمستمرين طبعا في انخفاضات درجات الحراره، خاصه مع نشاطات الرياح اللي هنشهدها في بعض الايام دايما بتزود احساسنا ببروده الطقس، يخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل من احنا بنقولها بحوالي من درجتين لثلاث درجات. يعني احنا اليوم متوقعين طبعا على القاهره الكبرى 15 درجه مئويه، مع نشاط الرياح اللي احنا هنلاحظه اليوم هنحس بيها اقل من ال 15 درجه مئويه. ايضا كمان الكتل الهوائيه لما بتبقى كتل هوائيه جافه ده بيزود احساسنا ببروده الطقس، فاحنا متوقعين ان شاء الله استمرار انخفاض درجات الحراره، لان احنا لسه بنتاثر بالكتل الهوائيه القادمه من جنوب وشرق اوروبا. هي كتل هوائيه شديده البروده مرورا ببلاد الشام والبحر المتوسط، بتخلينا نشعر بالطقس خلال ساعات النهار ان هو بارد طبعا على اغلب مناطق الجمهوريه، خلال ساعات الليل بيكون شديد البروده، طبعا خلال ساعات الليل المتاخره كمان بتبقى بروده قارصه على خلال الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، الصغرى خلال ساعات الليل بتوصل لست وسبع درجات على القاهره الكبرى. بالاضافه اليوم كمان في نشاط طبعا الرياح، زي ما قلنا سرعات الرياح اليوم هتكون ما بين ال 30 وال 40 كيلو متر في الساعه، وهذا هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. ايضا اليوم في فرص بالامطار، والامطار كمان بتسقط الان على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه زي مطروح والاسكندريه كمان البحيره وكفر الشيخ، في فرص امطار اليوم خفيفه الى متوسطه على مناطق من الوجه البحري السواحل الشماليه. القاهره الكبرى ليها فرصه اليوم من الامطار، هي فرصه ضعيفه بس ما زالت فرص امطار خفيفه على القاهره الكبرى اليوم. الاجواء دي هنعيش فيها طبعا كمان لحد نهايه هذا الاسبوع، مستمرين في انخفاض درجات الحراره، يمكن كمان نحس يوم الاربع والخميس الجايين ذروه انخفاض درجات الحراره اللي فيها العظمى هتوصل على القاهره الكبرى ل 13 درجه مئويه خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل الصغرى هتوصل لخمس درجات، وده طبعا زي ما بننوه البقاصه مش المحسوسه، المحسوسه هتبقى اقل من القيم. تمام. على كل حال يعني برضو لو حضرتك تقولي لي رايك في الموضوع ده، انا مش شايفه رغم يعني انخفاض درجات الحراره في مصر والجو اللي احنا بنشهده ان هو جو وحش، يعني لو احنا فعلا قارنا نفسنا بدول اخرى ده 15 و7 و5 ده حاجه يعني عندهم جميله في الشتاء، يعني بجد حتى في الشتاء لما احنا بنتكلم عن يعني برد قارس، لا الحمد لله احنا جونا برضو حلو. لحضرتك تتفقي معايا دكتور منار؟ يعني انا بتفق معاكي جدا، لان احنا بنشوف دلوقتي في بلاد الشام سوريا لبنان بنشوف في تركيا بنشوف كمان في السعوديه تساقط للثلوج ودرجات حراره بتوصل ل 10 درجات تحت الصفر، فطبعا احنا الحمد لله محميين بالبحر المتوسط بالزبط. اللي بيعمل اعتدال للكتل الهوائيه نوعا ما عن اللي بتبقى موجوده في بلاد الشام والبلاد الموجوده في شرق جمهوريه مصر العربيه، فاحنا الحمد لله درجات الحراره يعني متعودين عليها في فصل الشتاء، يمكن احنا كنا بنشهدها في الاعوام الماضيه بس كان هي المده اللي طولت معانا شويه، احنا بقالنا اسبوعين في انخفاضات درجات الحراره الاسبوع الماضي وكملين الاسبوع ده، لكن احنا كنا بنشهد المعدلات دي قبل كده في الاعوام الماضيه. صحيح صحيح. شكرا ليكي جدا دكتور منار على هذه التغطيه، بنشكرك جدا. 15 درجه ده في سائحين بيجوا من دولهم عشان يصيفوا في 15 درجه. لا وبتلاقيهم في ال 15 بتوع دول بتلاقيهم لابسين شورتات وتيشيرتات عادي جدا وجايين يتشمسوا. طب انا اقول لك على حاجه، في منتدى الشباب في شرم الشيخ اللي كنا فيه ما فيش من 10 ايام يعني احنا لابسين شويه تقيل، يعني حتى بالليل الجو كان برد، لا الناس لابسه نص كم الاجانب يعني. ايوه طبعا. الاجانب الصبح بتعوم وعندنا الحمد لله سياحه كويسه جدا. حلو. بالليل لابسين نص كم، انا مش بهزر، بس يعني فعلا انت جوك ما فيش زيه في العالم كله، فحاجه يعني الحمد لله. فاصل فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.